نروح لموجة الانقسامات والانشقاقات داخل تنظيم الإخوان الإرهابي. أقبل عدد كبير من قواعد الجماعة على عزل الإرهابي محمود حسين الأمين العام للجماعة والهارب خارج البلاد والمسيطر الأكبر على أموال الجماعة وجميع التمويلات. وتداول عدد من شباب التنظيم مجموعة من القرارات والإجراءات التي تم اتخاذها مؤخرا داخل التنظيم الإرهابي، ممثلة في إلغاء منصب الأمين العام الذي يشغله محمود حسين المتهم الرئيسي في تخريب الجماعة، واختيار حلمي الجزار لاختيار لجنة لمواجهة الانشقاقات التي تضرب التنظيم. ومناسبة الكلام عن الإرهابي محمود حسين، لازم كمان نتكلم على فضائح قيادات الجماعة واختلاسهم لأموال التبرعات، وده اللي كشف عنه تسريب صوتي لأمير بسام أحد أعضاء التنظيم. تعالوا نشوف قال إيه أمير بسام في سياق هذا التقرير التالي نقلا عن اليوم السابع.